ازيك عزيزتي المشاهدة؟ معلش بقى عزيزي المشاهد عشان الفيديو ده مش ليه. عنوان الفيديو بيقول كيف تعلمي انك لا تصلحين زوجة؟ طبعا انت الفضول هيموتك عايز تعرفي ليه، مع انك عارفة، بس انا عارف انك حابة تعرفها مني. يعني لو رجع جوزك من الشغل وما سبتيش كل حاجة في ايديكي وقابلتيه بابتسام، يبقى انت لا تصلحي تكوني زوجة. إذا كان جوزك ما بياكلش من الأكل اللي بتعمليه بإيدك في البيت وبيروح علشان يشتري أكل من بره، يبقى أنت لا تصلحي تكوني زوجة. لو كان جوزك بيودي هدومه تتغسل في مغسلة بره، يبقى أنت برضه ما تنفعيش تكوني زوجة. لو قعدت مع جوزك في البيت وريحتك وحشة أو هدومك مش نظيفة وغير مترتبة، يبقى برضه ما تنفعيش تكوني زوجة. لو أفشيتي سر بيتك لأمك لأختك صاحباتك، فأنت ما ينفعش تكوني زوجة. لو حرضت جوزك على اهله وما عنتهوش على برهم، فانت ما ينفعش تعيشي اصلا، ودي من وجهة نظري انا. اذا تركت زوجك وخرجت من البيت بدون اذنه حتى لو كان لزيارة اهلك، فانت لا تنفعين زوجة. اذا منعت عنه حقوقه الشرعية وبات غاضبا منك او منك يعني، فانت لا تصلحين تكوني زوجة. بس فاللهم ارزق شباب المسلمين زوجات صالحات، وارزق بنات المسلمين ازواجا صالحين. ما تنسيش اللايك لو عجبك الفيديو، وما تنسيش سبسكرايب للقناة، وما تنسيش تفعل الجرس، وما تنساش صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. سلام.